اداء الشرطه جيد جيد، رغم انه ما شوي اخطاء المدرب عادي تصير، كل شيء وارد، عازر فريق بالخساره بالفوز بالتعادل، بس الحكام يا سووا لهم شاره، سووا لهم شاره، خزونا هاي كل موسم احنا قلبنا محروق من وراء الحكام، كثره الصافرات، ماكو تطور، ماكو تطور بالعراق، ما عندنا تطور، اسوي فار اسوي يعني عدنان درجال، انت ما جايده تباوع، الله ما انطاك عيون.